إذا كان عليك حاجة لحد إديها له، ما تحرموش من حاجة القدر إديها له. كان حالك هيبقى إيه لو أنت دلوقتي بداله؟ أكيد كنت هتبقى في هم بداله، وهتبقى أصعب شوية من حاله، لأن بوضعك كده أنت إنسان متغير حاله. محتاج تفهم إن الدنيا لا بقيالك ولا بقياله، انتم الاتنين هتنتهوا وتموتم. انت شفت حد مات وحد راح بداله؟ بس هو هيبقى افضل منك، لانه راح ما كانش واخد حاجة حد، ودي حاله، والكل بيقول له روح مع السلامة. انت كنت مظلوم، كان الظالم واكلك، ودي حاله، لكن انت الكل هيقولك روح يا ظالم. الحياة الدنيا نطفت من أشكالك، ويمكن الموت يجيلك وما تستمتعش باللي خدته منه. ابقى خلي بقى اللي استمتع يرد على الناس بدالك. عايزك تفوق قبل فوات الأوان، وتدي اللي ليه حق حقه، ما تخليش الخيبة دي هي اللي بقيالك. وتأكد ان فيه ربي لهذا الكون، مش هيسيب المظلوم على حاله، ده لازم ياخد حقه منك ويدهوله، لان هو العادل وده حاله.